لماذا لا تحب بشار الأسد يا عبد الرحمن؟ لأنه دمر سوريا. لأنه دمر سوريا. أحسن، كيف دمرها يا مصطفى؟ بالصواريخ والبراميل. ماذا دمر فيها يا حارث؟ المشافي. المشافي. ماذا دمر أيضا يا عبد السلام؟ والمدارس. ماذا فعل للأطفال يا قيس؟ قتلهم وشردهم. أحسن. ماذا تريدون أن نفعل به يا يوسف؟